مرحبا، معكم كارمي شماس. كيف بده يكون اليوم الخميس 18 نوفمبر تشرين الثاني؟ اليوم القمر مرافقنا من برج ترابي برج الثور، اجواء جيده بترافق مواليد الابراج الترابيه، مواليد برج الثور، مواليد برج العذراء، مواليد برج الجدي، كذلك مواليد برج السرطان ومواليد برج الحوت. كيف بده يكون نهارنا كل الابراج؟ البدايه مع برج الحمل، مواليد برج الحمل نهار جيد، تتابع الامور، تسير الامور بشكل طبيعي، بتتابع عملك، بتتابع نهارك، الامور ما فيها تطورات لا رجوع لا تقدم، لكن طبعا في تقدم اذا انتم اشتغلتوا باتجاه التقدم. التراجع كل شخص بيتراجع اذا من ايده، لكن من ناحيه الحظ ونوعيه الوقت الاجواء ممتازه. الاكثر حظا نسبيا 13 14 نيسان ابريل. بالنسبه لبرج الثور من اجمل الايام، هنالك طاقات كثير حلوه بتساعد مواليد برج الثور يكونوا واعيين، يكونوا قوية، يكونوا هن البنائين، هن اللي حاطين الشروط اللي بدهم اياها. من الايام الرائعة، انا بعتبر نهار رائع. طبعا بعدنا نحن مع تأثيرات القمر البدر من برج الثور من برجكم، لذلك ما تخافوا من شيء، بالعكس ابو قلبكم كونوا جريئين وكونوا مندفعين، القرار بايدكم، لكن طبعا الاندفاع غير التهور. الاكثر حظا كلكم محظوظين بشكل خاص 16-17 ايار مايو. ليش؟ هيدي طاقه كوكب بلوتو عم تعطيكم طاقات هائله. ننتقل لبرج الشوزاء. نهار بطيء لانه القمر ببرج الثور، نهار بطيء نسبيا لكن ما معناتها نهار سلبي. لما انا نقول انه نهار بطيء هي معناتها لحتى تستريحوا شوي، لحتى تاخذوا نفس، لحتى تكونوا جاهزين بكل طاقتكم بكره الجمعه المساء السبت والاحد. اذا بعد ما سمعتوا برجكم الشهري الاسبوعي لازم تسمعوا، كذلك الشهري. الأجواء حلوة كتير عند مواليد برج الشوزاء يلي عم يشتغل ببيته بمكتبه مش عاجق حاله. الأكثر حظا بعد في حظوظ بطال مواليد 28 ل 30 أيار مايو، أيضا مواليد 14 15 و 16 حزيران يونيو. يلي لازم ينتبه هو مولود 21 22 أيار مايو. بنتقل لبرج السرطان. مواليد برج السرطان نهار كتير حلو من القمر، من المريخ، من عطارد، من الشمس، أجواء كتير حلوة معكم. هيدي الأجواء بتخلي اليوم مواليد برج السرطان يكونوا أقوياء، ومن جملة أو من مجموعة الأبراج الأكثر حظا، الأنجح، السريعة، الديناميكية، لكن من إنه سريعة بمعنى إنه مندفعة وفعالة بشغلة، لذلك رح بيكون في عندكم نجاح بعملكم بشغلكم بأي مسألة أنتم بتاخذوها بتكونوا من الأوائل. نهار كتير حلو لألكم، استفيدوا منه بعد عندكم بكرة أيضا. بنتقل لبرج الأسد. مواليد برج الأسد تأثير هالمواجهة بين القمر والشمس بتخلي مواليد برج الأسد يكونوا نوعا ما بظرف معين بلحظة معينة عندهم هاجس أو عندهم نأزة أو خايفين من شغلة معينة، بقول لهم ما تخافوا، الأجواء جيدة رح بتساعدكم. كل شيء مطلوب منكم تعرفوا شو بدكم، تاخدوا الحقيقة شو هي، المعلومة اللي بدكن إياها تحققوا منها، شوفوا الحل شو هو إذا عندكن مشكلة ومشوا هذا الأساس. إذا آمنتوا بحالكن بتمشي الأمور بطريقة جيدة، ما تخافوا من شيء. مواليد برج الأسد 31 تموز يوليو 1 آب أغسطس، أنتوا يلي عم بتعانوا من معاكسة زحل لكم انتبهوا، كبروا عقلكم ومشوا على الحقيقة مثل ما هي، ما تتوهموا وبعدوا عن العواطف، مشوا بطريقة منطقية وفكروا دايما لمصلحتكم لقدام، لكن طبعا من دون أنانية. بنتقل لبرج العذراء. مواليد برج العذراء اليوم هو يوم من الأيام الحلوة، من الأيام يلي بتسمح لمواليد برج العذراء يكونوا مش بس إيجابيين، يكونوا ناجحين، يكونوا متفوقين، يكونوا أقوياء، يكونوا يعني كل شيء بمتناول إيدهم. من الأيام الرائعة يلي بتعطي مواليد برج العذراء حقها وحبة مسك. إذا بعد ما أخذتوا قرار حان الوقت لتاخذوا قرار. من الأيام يلي بتخلي مواليد برج العذراء يكونوا الأنجح، الأكثر سلطة، الأكثر جاذبية والأكثر نجاحا. شو بدكم أحلى من هيك؟ جميع مواليد برج العذراء ناجحين اليوم، محظوظين اليوم بشكل خاص 4-5 18-19 سبتمبر. بنتقل لبرج الميزان. مواليد برج الميزان اليوم نهار حلو وتفاعلاته بتكمل معكم بشكل كتير حلو لتوصلوا لعطلة الأسبوع اللي رح بتكون رائعة جدا. فمواليد برج الميزان الأمور اللي عندكم إياها
قوية وحلوة وجيدة وبتعطيكم حقكم وحبة مسك. ما تخافوا من شيء مواليب وش الميزان. الشمس كانت عندكم، بلشتوا سنة جديدة، مطلوب منكم تكونوا انتوا واعيين وتمشوا بالطريق اللي بدكم اياها. شوفوا مصلحتكم، فكروا، استشيروا اشخاص بيعرفوا، مش اشخاص مثلكم. اشخاص مثلكم يمكن يغاروا منكم وبالتالي ما يعطوكم النصيحة الصحيحة. اوكي، فمواليد برج الميزان نهاركم جيد، انتبهوا لبعض المعاملات، تابعوها، استفسروا عنها. 1 2 17 18 19 اكتوبر الاكثر حظا. كمل مع برج العقرب يلي اليوم بعده تحت تاثير الفول مون القمر البدر من برج الثور. ما معناتها الامور سلبيه، مش ضروري تكون سلبية. اوكي، سو في قمر فول مون مقابلكم، شو معناتها؟ معناتها انه في احتمال انه احد الاشخاص يكون حابب يحكي معكم، حابب يستفسر عن مسألة، مش بالضرورة يكون عم بحاربكم، لا ابدا بتاتا. لذلك مواليد برج العقرب اتفاعلوا مع كل شيء عم بيصير حتى مع المواجهة بطريقة حلوة ولبقة، وشوفوا قديش رح بتكونوا كبار كلاس ورح تنجحوا انتو. كونوا حذرين مواليد 5-6-7 نوفمبر، هيدي طاقة كوكب المريخ عنكم، كونوا حذرين. بنتقل لبرج القوس. مواليد برج القوس هذا يوم طويل، يوم مزعج، يوم في شغل، يوم في ركض، ما بتهدوا، ولكن مطلوب منكم انكم تشتغلوا بطريقة مرتبة، بطريقة مركزة، بطريقة لبقة وبطريقة مدروسة. مواليد برج القوس الأجواء عندكم اليوم حافلة بشغلة أو بعدة أشغال، عدة أشغال، عدة قصص، فمطلوب منكم أن تكونوا عقد حالكم، أبضيات، ما تخلوا حدا يحط عليكم إشارة أنه غلطتوا. فمواليد برج القوس نهار طويل، بدكم نصيحة. أول شيء بكم تسمعوا الأبراج الأسبوعية، تاني شيء بكم تخلصوا أشغالكم بين اليوم وبكرة بعد الظهر، هيدي نصيحتي لكم. فيها تكون محظوظة شوي 15-16-17 ديسمبر. بتقل لبرج الجدي. مواليد برج الجدي اليوم نهار ممتاز من الأيام الحلوة الحلوة بشهر نوفمبر، ما في شيء ضدكم، ما في شيء عم بيعكسكم، ما في شيء عم بيزعلكم، ما في شيء. من ناحية الفلك إذا عم تسألوا لي نوعية الوقت، بلكم من أحلى الأيام، من أحلى الأوقات، بيبقى عليكم أنتو تشوفوا شو كنت تعملوا، بأي طريقة بكون تتصرفوا، بأي طريقة حابين أنكم تتصرفوا وتاخذوا القرار. القرار بإيدكم، حطوا المعلومات كلها، المعطيات كلها قدامكم، شوفوا رح بتكونوا مبسوطين ومرتاحين، الجو ممتاز. كوكب الزهرة بعده ببرجكم الأكثر حظا، فيها تكون مواليد 2-5 كانون الثاني يناير. بالنسبة لبرج الدلو، يوم طويل، أي يوم طويل، يوم مزعج، أي يوم مزعج، يوم تقيل، أي يوم تقيل. كل الأبراج تمرق هيك أيام، فبدكم تعملوا مشكل، فيكم تعملوا مشكل، بدكم تاخذوا الأمور بهدوء وبلباقة حتى الناس تقول واو واو شو كان حلو ردة فعل عندهم، تفاعلوا بطريقة حلوة، شو كبار، شو مهذبين، شو قوية. هيك لازم تكونوا اليوم. الأجواء فيها تاخد اي منحة انتو بتريدوه، وفي ما يكون في شيء ابدا بتاتا، لكن انا عم نبهكم على نوعية الوقت. كونوا حذرين 28-31 كانون الثاني يناير. الاكثر حظا فيها تكون 13-14-15 فبراير، ما تضيعوا هالحظ. بنتقل لبرج الحوت. مواليد برج الحوت نهار جميل، نهار حلو، نهار فيه مساعي مفيدة، يعني ال المجهود اللي بتحطوه بتخدم قبيله، تعبكم ما بيروح دعان. فاشتغلوا مواليد برج الحوت من كل قلبكم لحتى نهاركم يكون فعال، وشغلكم حتى ولو ما اخذتوا نتيجه اليوم فيكم تخنوها في الاسابيع المقبله. لذلك مواليد برج الحوت اوقلكم كملوا وما تتراجعوا، خاصة عن حقكم، كلكم محظوظين. بختم مع مولود اليوم، بقول له مولود اليوم انتظاره سنة قد يكون خلالها أو فيها، يمكن يكون في زواج، يمكن يكون في ارتباط، يمكن يكون في تلاقي، يمكن في ابتعاد، حسب أنتم شو حابين تعملوا، حسب نصيبكم كمان شو هو، حسب كيف واصلين كمان لهذه الفترة. سنة حلوة كتير للشغل، سنة حلوة كتير للزواج، للارتباط أو لتحسين العلاقة. طبعا أول 4 أشهر بالسنة الجديدة يعني سنة 2022 رح يكونوا حلوين لكم. بتمنى لكم يوم سعيد، إلى اللقاء، باي باي.